ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة قداسا إلهيا في كنيسة القديس نيقولاوس في العقبة، سلم خلاله قدس الإرشمندريت إندراوس مهامه رئيسا روحيا على محافظة العقبة. وفي ختام الخدمة توجه سيادة المطران إلى الأب إندراوس قائلا: إن غبطة البطريرك ثيوفيلوس وأعضاء المجمع المقدس يثقون بك ويعتمدون عليك لخدمة ورعاية الكنيسة والمؤمنين مع الأب توما كاهن الرعية، وذلك لمحبتك وغيرتك على الكنيسة والمؤمنين. عاونه في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور الأم إيرينا رئيسة دير السيدة العذراء ينبوع الحياة ورعية العقبة. المهام كبيرة الملقاة عليكم، انتبهوا انتبهوا، لأن الله يوم الدينونة رح يكون قاسي علينا إذا نحن كنا أمناء في رعاية نفوس أبنائنا في هاي المحافظة. عشان هيك أبونا أندرياس، أنا بعرفك إنسان مهتم ومحب للخدم الليتورجية الكنسية، وعشان هيك العقبة من هاي اللحظة أصبحت دير القديس نيقولاوس في العقبة، لأنك أنت إرشمندريت راهب ورئيس هذه الدير. فعشان هيك هاي محبتك الليتورجية للخدم الإلهية ترجمها لواقع يومي. أنت وأبونا توما من الصبح كونوا هون في الكنيسة، لو ما كان ولا حد أنتوا كونوا، لأنكم أنتوا سفراء للرعية كلها، ما تهتموا إذا كان في واحد أو تنين أو إذا ما كانش ولا حد، المهم أنتوا كونوا. أنتوا قوموا بالصلوات اليومية، أنتوا صلوا من أجل الرعية، أنتوا اهتموا بهاي الأمور يوميا، من صلاة على الأقل السحرية وإمتى في الأعياد اللازم القداس الإلهي. أنتوا اثنين هلأ مع بعضكم البعض، بيقدر واحد يقدس والتاني يكون على الخورس، بيقدر الواحد يخدم والتاني يرتل، وهيك تكاملوا مع بعضكم البعض. ولكن أنا واثق كمان بأبنائنا وبناتنا الموجودين في هاي المحافظة إنهم رح يلتفوا حواليكم روحياً، وأنا هون بقصد بكلام الإنجيل، احكوا لهم قبل كل شيء قد اقترب ملكوت السماوات.